وبعدين ايه اللي حصل؟ بدأ لون البول يتغير، احمر وكميته قليله وما بيحرقوش، ما عندوش اي اعراض، غير بس ان انا بلاحظ ان عينينا ارتخى شويه. تمام؟ عينينا ارتخى شويه بالذات لما يصحى من النوم. واشتكى من صداع، بيشتكي من صداع. لما يجيلك الطفل ده هو هتعمل ايه؟ هعمل له بصراحه حاجات كده معينه، اكشف عليه واطلب له انفستيجيشن. حد يقول لي كده هتقول تكشف عليه، تكشف عليه ازاي؟ هو بيقول لك هيماتوريا، تمام؟ او انت شايف انها هيماتوريا. لون البول بتاع الهيباتيتس اصفر غامق زي الحته البلديه. لون البول بتاع الجيزس الجديد محمر شويه. ممكن يبقى زي ده او زي اللون اللي قبل اللي هو ده. انما ده شكل الاي تي لايك، ده هيماتوريا. لو انت قلت ان ده هيماتوريا بعد الاكسلوجن والفيفانتسين والحاجات دي، تقوم تكشف عليه، تكشف على البلد بريشر. لازم يكون عندك، لو انت بتشتغل طبيب اطفال او هتتعامل مع اطفال، لازم يكون عندك بلد بريشر ديفايس انت تقيس بيه. وطبعا لازم تبقى عارف ان في كاف مناسبه لقسم ضغط الاطفال. ببص على ايه؟ ببص على البالونه بتاعت جهاز الضغط، مش طول بتاع القماش ده، لا. البالونه السوداء اللي جوه تقدر تحسها كده. لازم تكون انسيركل 90% او كل الدراع كله. كل قطر الدراع ده يبقى انسيركل من ايه؟ من البالونه. ولازم يبقى عرضها كفرنج تنتقل المسافه بتاعت الارض ما بين الاكوميوم والاوريجينيوم. يبقى ده الكف المناسب، لان لو استخدمت كف صغير في بيبي دراعه تخين يطلع لك دراعات عاليه. هايبر تنشن في الاطفال يا جماعه موجود، زي الدايابيتس، زي الكينابيليا، زي الجينيرال روماتويد ارترايتس، امراض موجوده في الحياه. ودول يعني حتى لو ما تخصصتش او ما خدتش ماجستير او دكتوراه او ان انت تلقط الحياه. ليس بالضروره تقدر تعالجها بحلم، ولكن تعرف تلقط جوبينايل، تعرف دايابيتس، تعرف كده. طيب دلوقتي هنقيس الضغط. عاوز اقول لك ان الامريكان اكاديمي اوف بيدياتكس تاني بتريكومنت ان احنا نقيس الضغط لكل الاطفال بعد سن 3 سنين. اللي ما عندوش اي شك وجاي لك جاست فور تشيك اب، تقول لي القصه ده قاس لك الضغط بتاع الطفل ده هو لازم تقيسه. وعاوز اقول لك اذا كان في القدم لما نشوف واحد هايبر تنس بيقول ان هو غالبا هيبقى ايه؟ ريسيرش 20% ولا 10% ولا اقل حتى يكون ايه؟ سكندري في الاطفال على الجسم. هيبقى سكندري. ومن السكندري 80% منهم هيبقوا ايه؟ رينا. ومن الرينا 80% هيبقوا المرض اللي انا بتكلم عليه ده اللي هو بوست سيرفيك اوكال بلومانديفايتس. المهم ان انت لما تكون تكشف تقيس الضغط صح. تمام؟ وكمان نقطه انه اي عيان مهووس انت شايفه في حياتك في مستشفى في مستوصف تقيس له الضغط. لان ممكن يطلع هايبر تنس في الكيتالوج. مره جت لنا بنت عمرها 7 8 سنين ديستيرب كونشس ليفل، اسمها الضغط ده 220 على 130 كومنت. ده عندها حاجه اسمها هايبر تنس الكيتالوج. ايه السبب؟ ايه السبب؟ ما اعرفش ايه السبب، حد يعرف ايه السبب؟ ريد صح كده، هو ريد. سالنا الام قال لهم الام اتغير بعد ما ادينا علاج تقليل الضغط. وخلي بالك لما قلل الضغط لو الضغط عالي قوي تقلله بسرعه جدا يوم العيان بيدخل في السكين عشان السريبرال اوتو ريجيليشن مش هتدخل في تفاصيلها. بس دي لازم تبقى تصريح جراح، ما تبقاش متسرع. زي ما قلت لك مثلا انت واحد حصل واحد في المستوصف جاله عيان سكره 800، اول ما جاي كده 800 قال اتبسط قوي بعد سكره 800 كان عليا مش هيا بص 800 ازاي قدامي؟ انسولين مختلف يعني ساعتين بقى تمييز ساعتين سيرفر قديمه بقيت ايه؟ بس مع بس ايه؟ العيان بقى جاله فيه تشنجات ومن وبعدين سخن يعني ده خطير جدا ان انت تهبط الاوزمولات بسرعه. زي لما يجي لك عيان لسه جاي لنا للاسف عيان يعني مبعوث من حته في الصعيد، مبعوث لمكان المفروض كويس في مصر بالصوت 175. لو 175 الصوت ده معاك عالي قوي، احنا نعرف ان الصوت بال 135 145 145 ده زي ال 30 ما نبقاش كويس. ده في الصعيد ما عرفوش يعملوه. احنا عندنا لا في خلال 36 ساعة كان 135 يعني عالجوم بس اتشنج وخد مش عارف ايه وما
وبعد كده نجد. طبعا التجاوب ده ليه؟ دايما يا جماعه التصفيق العنيف بالذات للصوديوم والجلوكوز والهايبر تنشن الحاجات دي لازم تبقى بالراحه، والرينال كمان اليوريا العاليه ما ينفعش تقفلها مره واحده. اذروايز يسبب برين اديما. هقول لك بسرعه بس، لو انت عندك الاوزمولاريتي بتاع جسمك حلو البرين اوزمولاريتي لازم تعمل، اذروايز البرين هيحصل له ايتشر برين شرينك. طب عشان البرين لا يسمح ابدا بذلك يعمل ايه؟ يعالج الاوزمولاريتي بتاعك. يقول لو حققت انت البلاد اوزمولاريتي البرين اوزمولاريتي تفضل عاليه لانها مش هتنهار بسرعه، فبدل ما كان المخ خايف ان يتشط شفط ميه، لما شفط ميه يبقى حصل له حاجه اسمها ايه؟ برين اديما. يبقى دي تخليني دايما ودي ده دايما كده يعني بتدخل الرفق في الشيء اللي خلاك حلو وجميل ولطيف ومحترم. هايبر كاتيميا، هايبر جلايسيميا، الحاجات دي يعني ما ينفعش تقلل السكر مثلا دلوقتي 170 تاني يوم ما يبقاش اقل من 160. طب 160 عادي معلش، تالت يوم ما يبقاش اقل من 150. ده 150 عادي معلش. السكر 800 بعد ساعه ونص ما يبقاش اقل من 600، فاهمين قصدي؟ المهم هتكشف كمان على ايه؟ تبص على اعراض الاوفر لود وتسال اللي هم على الجول. هقول لك على سيناريو كده حصلت عليكم اللي هم الجول قليل والواد منكع. قال لها بصي الجول قليل والواد منكع يعني الكليه مش شغاله كويس. طب احنا عايزين نشغلها. طب ايدي على كتفك يا دكتور. كتير. سؤال كتير. يعني طب مش عارف اشتغل؟ لا بالعكس، والا تديله تركيب وخرطوم في المذاكره وتديله سوائل. قعدت تديله سوائل سوائل وتديله تسخين والمسائل ما تسخنش بعض. يعني بالرغم من كده العيان ده ممكن لو انت بتديله اي فلوس بقى وكده يدخل في حاجه اسمها ايه؟ اكيوت فالمونري ديما. وعند هذه اللحظه لن يستجيب للدواء السحري بتاع الاكيوت فالمونري ديما اللي اسمه فروزيماين. ليه؟ لان الكلمه مقفوله بحاجه اسمها بوست ستريت كوكال جلوميريتايتس اللي بتاثر لك على الجلوميريس تقفل. يبقى عنده ليموريا وهايبر تنشن وايديما واوفر لود وهارت فيلير. لازم تدور على الكلام ده كله ولازم تعمله بوظائف كده. انفستيجيشن لوظائف كده. وهنا اسال سؤال بقى، اليوريا والكرياتين الكرياتين الطبيعي بتاعه كام؟ 7 من 10 الى واحد. في ناس تقول لي ايه؟ من 0.4 ل 1.2، من نص ل 1.5. ده في القدم. انا عندي في الاطفال يا جماعه رقم واحد از اب نورمال. لا تتقبل ان يبقى واحد صحيح، لا تتقبل. اذا كان واحد لا في مشكله. في اكيد مشكله. انا عاوز اقول لك ان الرقم بيتراوح ويختلف على حسب السن، بس ممكن يبقى 6 من 10 ل 7 من 10 بكثير. انما رقم واحد ده بلوى مشكله. اليوريا مرات كتير ممكن اعمل بي او ام، والبي او ام ده اللي هي ايه؟ نص اليوريا مجازا كده، زي ما الهيموجلوبين تلت الهيماتوكريت. يعني لقيت الهيماتوكريت 30 يبقى الهيموجلوبين تقريبا 10. اليوريا ضعف البلاد رينال. طيب هتعمل ايه للعيان ده؟ هو هتعمل له يوريا بنيات لانه المرض ده ممكن وليس بالضروره يعدي لك قصائد الكلى. تعمل له يوريا اناليسيز. ولما انت تيجي في اليورين اناليسيز هنا تبص، هتبص على ايه؟ هتبص على الار بي سي تلاقي اكثر من 5 غالبا بتبقى ايه؟ فوق ال 100. وتلاقي حاجه اسمها كوز. قول لي كده ايه شعورك لما تلاقي كوز؟ ده معناه ايه؟ بتلوكالايز الليجن فين؟ في الكيمياء من فوق. يعني اسالك سؤال، واحد عنده يورينال بلد كارسينوم وواحد عنده بلوميرن فرايز، الاثنين عندهم هيماتوري صح؟ يعني الاثنين عندهم ار بي سي اكثر من 5 اتش بي اف هاي باور في، ولكن مين يكون عنده كوز؟ اليورينال بلادر تحت يعني كارسينوما ولا الدرومين فرايس اللي جاي من فوق؟ لا اللي جاي من فوق. تمام؟ يبقى انت بتتكلم انه لا دي تحدد لك الميجي. يا سلام لما انت تبقى بتقعد تعمل ايه؟ العين عنده الماتوريا يا دكتور، والماتوريا دي اوف كلوميرولار اورجن جاي لك من فوق. اوف كلوميرولار اورجن دي مهمه قوي. عاوز اقول لك ان اخطر حاجه بتحصل للناس اللي عندهم ليموريا هي البوتاسيوم، ولازم تبقى تعرف تمانج البوتاسيوم. امانج البوتاسيوم ياما ناس ماتت من هايبر كاليميا يا جماعه، ما
ولا العين يعمل اللوز ولا الأحمية ولا أي حاجة من الحاجات دي. طيب لازم تعمله زي ما قلت الهاف اتش ام في الهيباتايتس سي. هقول لك هنا هتعمله سي 3 وسي 4 لأن ده مرض مناعي. دايما تلاقي سي 3 قليل والسي 4 يكون نورمال. عاوز أقول لك لما يجي لك عيان مبعوث للمستشفى من دكتور في مكان ما ويقول لك إن ده عنده هيماتوريا وعملنا له يورين أناليسيس قلت لك فيه هيماتوريا وريد سيل كاست معناها جلوميرولار هيماتوريا وعملت له الكيدني فانكشن طلع كويسة والبوتاسيوم طلع كويس والصوت طلع كويس والسي 3 كونسيوم والسي 4 نورمال تعرف إن الدكتور ده دكتور ممتاز جدا. يعني خلاص درجة التشخيص على طبعا ده أنت مشخص العيان تماما. ده هيطلع إيه؟ بوست ستريبتوكوكال جلوميرولارايتس. أكثر سبب للجلوميرولارايتس في الأطفال هي المرض ده وهنشوف المرض ده هو في حياتك أكيد وهنشوف بقى ده إن أنت تحوله ولا تعمله إزاي. هايبر كاليميا تمانج إزاي؟ بسرعة جدا تديله جاكس بسرعة جدا بس يا دكتور هو أصلاً الدكتور النساء قال لي
عنده مشكله ممكن تأديها بعد ما تيجي وحاجات زي كده، لازم تبقى عارف الحقيقه دي. والست اللي عندها اوليكو هايبرامس ابنها عنده اوليكو ونيمونيا باي سبب بقى، يكون عنده رينال سيستيك ديزيز مثلا، اي جينيسيس مثلا، يكون عنده مشاكل ايه كتيره. تمام، انا عاوزك تبقى عارف الحقيقه دي كويس. والبيبي اللي يعمل بول كتير في بطن مامته يبقى عندها كوليا هايبرامس، زي البيبي اللي ما يقدرش يشرب البول بتاعه اللي هو بيقول ممكن يكون عنده ده السجاله الاكليزيا. اقول لك العيان بالسجاله الاكليزيا، مره شفت كده يروح كده شفت ولادك في كام غريب كده، وبعدين ايه لقيتهم ايه بيقولوا لها ان الرضاعه الطبيعيه هي افضل من زي الدكتور. دكتور النساء قال لها لو سمحتي عليك الرضاعه الطبيعيه، فهي بتتوضع الرضاعه الطبيعيه للولاد بتسرع، كل ما تتوضع الرضاعه الطبيعيه بتسرع. تمام، وطول الوقت رحت لقيته عادي سلايفا من فوق طول الوقت كده، فركبنا ايه؟ رايت. فدخلنا كده في المناخير الثانيه. فقلت ان يعني اكيد في عنده انسداد. فما ينفعش ان ده هو ايه؟ فدخلنا الرايت قوي وصورناه. فطلع كويت رايت وشخصنا وكان هو عنده حاجه اسمها تراتيوس اللي هي الفيستولا اللي بيبقى معاه سكيل اكيد. فسالت الدكتور لسه فقال ده كانت الميه حوالين الجنين كبيره. ليه؟ لان الدور اللي بيعمل بس مش العلاقه دي ما بين الكليه في بطن الام والكليه بعد كده دي من الحاجات اللي المهمه. عاوز اقول لكم حاجه مهمه خالص، سيبك من السلايد ده. مهمه جدا للبرمجه في النرويج. مره اب جاي بيقول يا دكتور الواد ما فيش حواليه ميه كتير، بيقول الكليه مش شغاله، انا خايف قوي على كليتي. قلت له انا خايف قوي على بيقول لي بص خليك انت دكتور في البتاع لا انا هعمل لي الكيمياء. قلت له انا هعمل لي الرقم. قال لي بكره مش وتمر شهر كده والام تولد والبيبي يتولد فيلاقوا نفسه في ستريس فيحطوه على ميكانيكال فنتريشن فيموت في نفس اليوم بلاند هايبو ستيكسي. تمام؟ طب الكيمياء اقول لك شفت الاتصال ما بين الحاجات ازاي وترابيط الاشياء ببعض ازاي؟ لا تعتبر نفسك طبيب اطفال حاجه الا اذا احد الاولاد البيبيهات عمل ريميشن عليه. بس خلي بالك ان ده مش معناه ان انا اروح النهارده واقول تعالى يا حبيبي يعني كده يعني عشان الشهاده تمام؟ الشهاده سهله جدا بسيطه ولازم مش الدور اللي يجي عليه لازم البيبي يعمل عليك مباشرة، يعني لو عملت الكوباية ده لا لازم كده، صدقني كلنا مهما كنا شاطرين حد بيجي يعمل عليك قبل كده؟ يا سلام انا مبسوط جدا حلو جدا. ليه؟ بس خلي بالك ولد لان البنت ما عندهاش كده ما فيش صعب ان انا اتولد وعلى فكره ده ليه بيحصل الكلام ده؟ قالوا لنا زمان الام هتبريشيت ان انت يا سلام الدكتور ده دكتور هايل